السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأعزاء جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل معكم اليوم محاضرة الفلافونويدز أو نكمل أيضا عن الفلافونويدات. طبعا هنا أول شيء، أول فقرة هي الإكستراكشن أو الاستخلاص. إكستراكشن الاستخلاص المركبات الجليكوسايديز او الشكل الجليكوسايدي اللي هي تحتوي على جزيء السكر نطلع عليها اسم ايش؟ جليكوسايديز 4. لان الجليكوسايديز 4 عباره عن بولر كومباوند، صح؟ اذا عباره عن بولر يشرب جزيء السكر، والسكر هذا ما له ليش قطبي، لانه يحتوي على عدد ايش؟ من مجموعه من الهيدروكسيل جروب. اذا هذه المركبات بنستخلصها بايش الان؟ بالكحول، لان الكحول ايضا مركب قطبي. الماء ولا الكحولات ايش؟ المائيه، المحاليل الكحوليه المائيه، يعني الكحولات ايش؟ المخففه. على جليكونز إذا معك مركبات فقط تستخلص الجزء الغير سكري، نستخلصها بإيش الآن؟ بمركبات أقل قطبية، لأن هذه المركبات ليس بولار. إذا بنستخلصها بإيش الآن؟ بالإيثر، لأن الإيثر غير قطبي. كلوروفورم، إيثيل أسيتيت. إذا هذه المركبات أو المذيبات العضوية تستخدم في استخلاص من؟ في استخلاص الأجليكونز، الأجليكونز. بينما الجليكوسيديز فورم نستخلصها بإيش؟ بالكحول أو الماء او الهيدرو الكحوليك سوليوشن. هنا بعد ما تستخلص، طبعا في الاستخلاص يعني ان انت تجيب حقك النباتات الطبيه اللي تحتوي على ايش؟ على الجليكوسايديز 4، تعمل ايش الان؟ بالماء ولا بالكحول، وتخليه فتره مثلا كام؟ 12 ساعه، 24 ساعه، 48 ساعه، عشان ليش تجلس ايش الان؟ تنقيه او تنقيه بالكحول او بالماء لفتره ايش؟ طويله، تسمح باستخلاص اكبر كميه من المواد ايش؟ الفعال. طبعا مع الرقيش المستمر، مع الرقيش المستمر لمين؟ للخلاصة. بعدين بعد ما تكمل الاستخلاص او تعمل الاستخلاص، تضيف او ترق الخلاصة حقك بين بالصوديوم كربونات ولا بالكربونات ايش؟ بكربونات الصوديوم. اذا الكربونات الصوديوم ولا بكربونات الصوديوم، ايش الغرض من اضافة الصوديوم بكربونات او بكربونات الصوديوم؟ اما الازالة لمين؟ ارسب مين؟ الاعفاص. ارسب بايش الاعفاص؟ خلاص الان العفاص بترسب، صح؟ باخذ الفلترات حقي الان، باخذ الفلترات وبرجع اضيف ايش الان؟ اسيتات الرصاص. هنا ايش بيترسب معي الان؟ الفلافونويدز. اوكي، مفهوم، اعتقد انه مفهومه. يعني الان باقي ايش الان؟ شيكينج ويت صوديوم كربونات ولا كربونات الصوديوم، بعدين بعمل بريسبتيشنز مع مين؟ مع اسيتات ايش؟ الرصاص. الكروماتوجرافي ممكن استخدم البارتيشن كروماتوجرافيا، ممكن استخدم التي ال سي كروماتوجرافيا او ال سي سي او مسمى لنا كولوم كروماتوجرافي. هنا كيف نتعرف على هذه المركبات؟ فلافونويد تيست فور ايدنتيفيكيشن اول فلافونويدز، كل مركبات الفلافونويدز هتطلع لك مع كلوريد الالومنيوم يالو كلرز، يالو كلرز. اما تحت اليو في الان مع نفس الكاشف، صح؟ ال 3 تحت اليو في ايش بيجيب لك؟ ديفرنت فلورسنت، انبعاث اللوني، او الانبعاث اللوني هذا بيكون الان مع الفلافانون ايش بيكون؟ جرين جرين جرين. بينما مع الفلافونول ايش بيكون؟ يالو يالو تو يالو تو يالو ايش جرين. مع الفلافانون ايش بيجيب لك؟ بيل براونز. مع التشالكونز ايش بيجيب لك؟ برونش بينك كلر. مع الاوريونز بيل براونز. اذا الان اندر يو في تحت اليو في بيكون معك الوان ايش؟ مختلفه. اما مع المحلول كلوريد الالومنيوم بيجيب لك فقط يالو ايش؟ كلر. اول فلاف كل مركبات الفلافونيدات مع ست الرصاص بيجيب لك يلويش بيناسب ايش؟ اصفر. الفلافانونز والفلافونولز موجود في الكحول او في نص ايش؟ الكحولي. ايش بيجيب لك نص الكحولي؟ في الكحوليك سوليوشن، الكحوليك سوليوشن. اذا ما هذا ايش الكاشف اسمه؟ شنودا. شنودا تيست هو عباره عن مغنيسيوم ميتالز، في يوجد ايش الان؟ الاتش سي ال، يوجد الاتش سي ال بيطلع لك اورنج ولا ريد ولا فيوليت كلرز. هذا يعتمد على نوعية المركب، على نوعية المركب. التشالكونز أيضا في الكحوليك سوليوشنز في سي بي سي ال 5 والكلوريد ايش؟ رابع كلوريد الكبريت بيجيب لك ريد اور فيلت كلرز. كروماتوجرافيا بتستخدم البارتيشن كروماتوجرافيا ولا التي ال سي كروماتوجرافيا. هنا يا عزيزي طيب هنا يا عزيزي معنا ايش؟
سبكتروفيتومتريكس. السبكتروفيتومتريكس او السبكتروفيتومتريكس، السبكتروفيتومتريكس عبارة عن ايش؟ سبكتروفيتومتريكس هنا معلش يا شباب. الفلافون means quantitative determination، اذا تحديد. كيف نحدد quantitative؟ يعني لو كمية، صح؟ quantitative كمية، تحديد الكمية عن طريق الان السبكتروفيتومتريكس. اذا السبكتروفيتومتريك ميثودز هي بتعتمد على مين؟ على قياس الابزوربشنز، امتصاص الالومنيوم كلورايد ايش كومبلكس. الكروماتوغرافيك ميثود ايضا ال اتش بي ال سي ممكن نستخدم، و طبعا اتش بي ال سي ممكن نستخدمه في تحليل الجليكونز افتر اكستراكشنز باي اسيد هيدروليزز اوف ذا جليكوسيز. هذه سهله جدا، ما فيها شيء حاجه. اهم حاجه المركبات الان او الفلافونويدات، اول واحد الابين، ومركب الابين ابين. اذا الابين هذا ابين هذا موجود يا شباب في بذور البقدونس، في اوراق البقدونس، في الكرسلف المسمون عندنا السيلري او الكرافس، وايضا موجود في الرومان ايش كومن. الابين، ركز معي على الابين. الابين يا شباب او مركب الابين، هو عباره عن ابيجينين، الاجليكون فورم او جزء غير سكري ابيجينين. الابيجينين هذا اذا احتوى على جزء السكر في موقع كامل، الان الموقع 7 بيحتوي على الابيوز والجلوكوز، اذا بيحتوي على الابيوز والجلوكوز في موقع كام؟ 7. اذا في هذه الحاله بيصبح ايش الان؟ الابين. اذا الابين لو عملت له هيدرولايز الان او تحلل، ايش بينتقل الان؟ الابيجينين زائد الابيوز زائد ايش؟ جلوكوز. اذا احنا قلنا كان الهيدرولايز في تركيز حمض 5/10 الى 1% من تركيز الحمض الهيكبريتيك، بيحصل لك بارشال هيدرولايز، تحلل جزئي، ينتقل لك ايش الان؟ الابيوز زائد ايش؟ الجلوكو ابيجينين. اذا استمرنا في التحلل ايش بينتقل لك الان؟ استمرار التحلل بينتقل لك ايش؟ الابيوز والجلوكوز والابيجينين. اذا الابيجينين لو قلت سموه من مجموعة الفلافون، ليش؟ لانه يحتوي على مين؟ على دبل بوينت، تمام؟ اذا يحتوي على دبل بوينت. طيب الان 5 و7، اذا 5 و7، 5 و7 واربعة شرطة، تراي هيدروكسي فلافون، هل هو يسمى ايش الان؟ ابيجينين، لاحظ انه الابيوز والجلوكوز اذا راحوا، هون الابيجينين بياكلنا بدل جلوكوز والابيوز بياكل معك ثلاث هيدروجين، ايش بياكل معك؟ مجموعة هيدروكسيل جروب. اذا هذا المركب يحتوي على ثلاث هيدروكسيل ايش؟ جروب، اللي هي الابيجينين، على ثلاث مجموعات ايش؟ هيدروكسيل جروب، موقع 5 موقع 7 موقع 4 شرطة. اذا هذا يعتبر اذا بولر، ولكن مقارنة بالابين يعتبر ليس بولر. ليش؟ لان الابيد يحتوي على الجلوكوز ومين؟ والابيوز يحتوي على عدد من ايش؟ مجموعة من الهيدروكسيل. شوف اذا هنا في حالة الاسيد هيدرولايزز بنتقل على طول، بينفصل ايش الان؟ يبدا ينفصل الابيوز، وبعدين بينفصل مين؟ الجلوكوز. اول حاجة انفصل الابيوز، بيكون معك الجلوكوز، جلوكو ابيجينين. بعدين نستمر في عملية التحلل بالحمضي، بينفصل ايضا ايش؟ الجلوكوز. اذا بينتقل الابيوز زائد الجلوكوز زائد مين؟ الابي ايش؟ جيني، زائد الابي جي. هنا التست فور ايدنتيفيكيشن الاف اي سي ال 3، اذا الاف اي سي ال 3 هذا ايش بيعطي لك؟ ريدش براون كلرز. في وسط القاعده ايش بيجيب لك؟ يلو كلرز. في وسط في الليد اسيتات ايش يعطي لك؟ يلو كلرز او يلو بريسبتيشن. اذا هذه الكواشف تستخدم لتعرف الامين على الابين، هنا مثلا الديوسمين، ركز الديوسمين ايضا يحتوي على مين؟ على جزيء سكري، فين في موقع كام؟ 7، الرمنوز والجلوكوز. اذا الديوسمين يحتوي على الرمنوز والجلوكوز. اذا هذا مركب يكون خالي من الرمنوز والجلوكوز ايش بيسموه؟ ديوسميتين. اذا الديوسميتين هو عبارة عن ايش بيكون؟ 5 و7
هنا بيكون معك مجموعة ايش هيدروكسيل 5 و7 تمام. هنا بيكون معك ايضا ايش 3 شرطة. اذا نقول 5 و7 3 شرطة ايش تراي هيدروكسي، 4 شرطة ايش ميثوكسي ايش فلافون، ميثوكسي فلافون. اذا هذا المركب اسمه ديوس ميتين، ديوس ميتين. اما اذا ارتبط بجزيء السكر ما يطلق له ديوس مين، ديوس مين. اذا ديوس مين هو مركب بيحتوي على ديوس ميتين زائد الرموز زائد ايش جلوكوز. وايضا موجود في نبات البوكو ونبات الكونيوم. ايش يعمل؟ استخدامته ريديوسس كابلاري فلوري، اذا يقلل من هشاشه الاوعيه الدمويه. اذا استخدم في حاله البروفلاكتس كوقايه في معالجه ايش في معالجه والمقايه في المعالجه والوقايه الوقايه والمعالجه معالجه من الفريكوز فيز وايضا الاكيوت ايش هيمورايدز. اذا في وقايه الوقايه من الدوالي وايضا في معالجه ايش الدوالي وايضا في معالجه من البواسير الحاده هيمورايدز. اسليتد فلافون، اسليتد فلافون. اذا اسليتد فلافون، اسليتد فلافون، فلافونون. نعم ليش فلافونون الان؟ لان هذا الان فلافونون، اسليتد فلافونون. اذا اسليتد فلافونون، اسليتد فلافونون. ما هي الاسليتد فلافونون؟ موجوده في نبات الجينكا او نبات الجينكيجو بيلوبا، نبات الجينكيجو بيلوبا او نبات الجينكا بيلوبا. هذه النبته، هذه النبته نبات نبات الجينكيجو بيلوبا. ما لي هذه النبات، نبات الجينكيجو بيلوبا. هذا النبات عاده بيكون مرتبط، هذه مركبات هو الكورتيتين والكمفيرول، فتكون مرتبطه بين بالكوماريك ايش اسيد. هذا حمض الكوماريك ايش اسيد، حمض الكوماريك اسيد. هذا هو موجود حمض الكوماريك ايش اسيد. اذا بيكون مرتبط بين بالكوماريك ايش اسيد. اذا الان الكورتيتين والكمفيرول بيكون مركبات مرتبطة بين بالكوماريك ايش اسيد لشكل ما يسمى عندنا ايش بالاسليتد ايش فلافونون جليكوسيدز. طيب ايش وظيفته؟ ستاندرزايد اكستراكت خلاصة العيارية نبات الجينكا بيلوبا ليفز شغل معناته في معالجة القصور الوظيفي او الوعائي للسيربرو فاسكولار انسفيشنسي. اذا في حالة القصور الوعائي للنخاع ايش الشوكي، وايضا في حالة ايش الان الدورة الدموية ما تكون ضعيفة ارتيريال سيركليشن. إذا في حالة ما يكون عنده الشخص يعاني من البور arterial circulation ضعف في الدورة ايش الشريانية. أهم هذه المركبات هي acylated flavonol اللي هي الجلايكوسيدس للكمفيرول والكورسيتين والايزورامنيتين. أيضا الجينكوجا بيلوبا هذه جلايكوسيدس ار acylated تكون ايش acylated زي ما كنا معامل مع البارا كوماريك ايش اسيد في الموقع 6 من الجلوكوز ميوتي، من الجلوكوز ميوتي. الموقع كام؟ 6. الموقع كام؟ 6 من الجلوكوز. فلافانون، فلافانون. إذا الفلافانون، فلافانون، الفلافانون جليكوسيدس. عادة الفلافانون هاف رياكتيف سي دبل بوند أو. إذا تحتوي على مين؟ على السي دبل بوند أو ويت هيدروكسيلامين جروب مع مجموعة مين؟ الهيدروكسيلامين جروب، هيدروكسيلامين جروب. إذا مجموعة الهيدروكسيلامين جروب هذه مجموعة مين؟ الهيدروكسيلامين جروب تنتج عادة ايش؟ اوكزايم. مجموعة الفلافانون عندما معالجتها بالقواعد البسيطة والويت الكايلس قواعد بسيطة مخففة فلافانونز ايش بتنتج لك؟ تشالكون، تشالكون، تشالكون. لو استمرنا في المعالجة بتنتج لك فلافون، فلافون. يعني الآن أما في الوسط الحمضي التشالكون الناتجة من تحلل الفلافانون بس احنا بنتكلم على مين؟ لا الفلافانون نفسه، فلافانون، فلافانون، فلافانون. اذا الان الفلافانون، فلافانون في وسط القاعده ايش بتجيب لك؟ تشالكون، تشالكون. والتشالكون في وسط القاعده ايش بتجيب لك؟ فلافانون. بس عندما تيجي تعالجها في السترونج الكايليس في وسط القاعده القوي جدا فلافانون ممكن يحصل لها هيدرولايزز قوي سترونج الكايليس بتجيب لك ايش؟ تعمل لك دراماتيكال تشينج في الكيميكال ستراكشر، بتجيب لك بنزالدهايد ولا اسيتيك اسيد زائد ايش فينول. بينما الفلافونز، فلافون بتجيب لك ايش سيناميك اسيد زائد ايش فينول. شوف فلافانون، اذا الفلافانون في وسط القاعده ايش بتجيب لك؟ تشالكون. التشالكون في وسط الحمض ايش بتجيب لك؟ فلافانون. التشالكون في وسط القاعده بتجيب لك ايش؟ فلافون.
فون لا فون لا فون هسبيريدين الهسبيريدين الهسبيريدين موجود في قشور ايش الثمار الحمضيه سيترس فروت في سيترس فروت في البيتر اورنج والاند اورنج في البيتر اورنج والاورنج نحصل له هيدرولايزز هذا ان هسبيريدين اذا الهسبيريدين هذا هسبيريدين هسبيريتين الهسبيريتين ما هو الهسبيريتين بدون جزيء السكر هذا بدون الجلوكوز والرموز هنا بيكون اسمه ايش هسبيريتين اذا الهسبيريتين فقط يحيل بدل هذا الروتينوز السكري الجلوكوز السكري والرموز والجلوكوز بيكون فقط اسمه ايش هسبيريتين اللي هو عباره عن 5 و7 هيدروكسي 5 و7 هيدروكسي 5 و7 هيدروكسي 3 شرطة هيدروكسي اذا عباره عن 5 و7 3 شرطة تراي هيدروكسي ايش و14 شرطة ايش ميتوكسي فلافانون فلافانون بدون دبل وين فلافانون او نطلق عليه ببساطة ايش هسبيريتين هسبيريتين اذا الهسبيريتين ينتج نتيجة تحلل من الهسبيريدين في وسط ايش الحمضيين اذا الهسبيريدين هذا هسبيريدين لو عملت له تحلل حمض وسط الحرارة بيجيب لي هسبيريتين زائد الرمون زائد ايش جلوكوز اما من استخلاص اوزليشن او استخلاص بايش بيجيب لك اكستراكت باودرز وايثر اذا بستخدم ايش بالايثرز اول حاجه ليش عشان اعمل ازاله زيوت ايش الطياره بعدين قاعد استخلصه مين بالكحول بعدين بالكحول اول حاجه استخلصه بايش الان بالايثر ليش عشان اعمل ازاله لمين للمواد العضويه صح المواد المحبه لمين الايثر ايش بيحصل له اكستراكشن اذا اول حاجه استعمل اكستراكشنز بالايثر عشان اعمل ازاله للفلوتال ايش اويل اور اذرز ايضا ايش organic meters او other organic meters اما حقائق المركبات بتكون ايش تستخلص بالميثان لانها قطبيه هسبيريدين اذا الهسبيريدين بنضيف الان بنعمل استخلاص بالميثانول لمده 3 ساعات بعدين نعمل له concentrations وبنحصل على مين على الهسبيريدين على شكل ايش راسي الخواص العامه للهسبيريدين من مجموعه مين الفلافانون فلافانون Sparingly soluble in cold waters, more soluble in hot ash water, more soluble in hot water and alcohol. لماذا؟ لأنه مركب ايش قطبي، محب ليش؟ للماء، ليش؟ لأن الماء قطبي هو ايش قطبي. إذا هذا المركب يذوب بالماء، يذوب بالماء. إذا عملت له معالجة زي ما قلنا قبل شوية، on treatment مثل كايلس، ايش بيجيب الآن؟ هسبيريدين شالكون. إذا هسبيريدين شالكون، هذه الآن الرابطة ايش بيحصل لي؟ بيحصل ايش؟ decomposition اذا بينتج الان بيحصل ايش overring بتفتح هذه الرابطه هذه الرابطه بتحصل تكسر decompose اذا بيحصل تكسر هذه الرابطه بتنتج لك الان الشالكون شالكون 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 هسبيريدين شالكون بينما ذا هسبيريدين فلافونويدز هسبيريدين فلافونويدز اذا الهسبيريدين فلافونويدز ولا الهسبيريدين شالكون متى ينتج عند معالجه الهسبيريدين بمين بالقواعد الضئيلة صح with الكايلس بالديليوت ايش الكايلي في الديليوت الكايلي على طول هذا مركب بيحصل له الان ديكومبوزيشن بيتحول لمين الى الهسبيريدين شالكون اما في الاسيد هيدرولايزز ايش بينتج لي؟ بينتج لي الان هذا بيفقد جزيء السكر بيفقد ايش جزيء السكر بيفقد مين جزيء السكر بيتحول هذا المركب لمين؟ للهسبيريتين والرمنوز والجلوكوز هسبيريتين رمنوز والجلوكوز تيست فور ايدنتيفيكيشنز التيست فور ايدنتيفيكيشن معك ال FeCl3 solutions تمام ويجيب لك ايضا والواين ريد كلرز واين ريد كلرز واين ريد كلرز الكحوليك سوليوشنز الكحوليك سوليوشن مع المغنيسيوم ميتاليس زائد الحمض الكبريتيك الحمض الهيدروكليك المركز ويجيب لك فلتر هذه كواشف خاصه كواشف خاصه تعرف يبقى مين عن الهسبيريدين ايضا الهسبيريدين يعتبر necessary for the absorptions of vitamin C اذا مهم اساسي وضروري the absorptions of vitamin C وايضا يقلل من هشاشه الاوعيه ايش الدمويه اذا نفس استخدامات من الديوسميد والابيد والروتين نكتفي بهذا القدر اعزائي الطلاب على ان نلتقي ان شاء الله في محاضره ايش قادمه نكمل معكم موسم عندنا بمحاضره من الفلافونويدز شكرا لكم حسن إصغائكم
ونعتذر عن أي تقصير قد يحصل أثناء المحاضرة، وذلك طبعا لأسباب عديدة، وهي عدم وجود التفاعل، عدم وجود مثلا حولك أي أشخاص تشرح لهم، لكن تشعر كأنك تتكلم مع نفسك. معليش يا شباب، واعذروني على هذا التقصير، وأتمنى لكم كل خير، وأتمنى لكم الصحة والسلامة، ويجنبنا الله وإياكم من شر كورونا وآل كورونا.